مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. اليوم نحن وياكم في الدور نصف النهائي مربع الكبار، المباراة النهائية اللي يحلم فيها الجميع. الآن طموحات المشجعين كبيرة مع كل جولة، طبعا يكبر طموحات المشجعين والآن أمل كبير بتجاوز هذا الدور وبلوغ النهائي. نستمع الآن وإياكم إلى السلام الملكي لإسبانيا. النشيد الوطني الآخر. بداية أحداث اللقاء. يحيى عطية الله. أكرد. حكيمي. بلال الخنوس. يحيى عطية الله. بيدري. أليخاندرو بالدي. نيكو ويليامز. بيدري يبحث عن زميله. وأجمل بينية. عرضية من نيكو ويليامز. يحيى عطية الله في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح. الآن فرصتهم للمرتدة. لابورتي. فابيان رويس. جافي. فيران توريس. الكرة ملعوبة من مسافة. عبد الصمد الزنزولي. رمية جانبية إذن. لابورتي. أليخاندرو بالدي. نيكو ويليامز. أكرد. حكيمي. حكيمي في كرة خطيرة إلى الأمام. بكل قوة بكل إصرار يواصل مشواره. كرة عرضية من أشرف حكيمي. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تحكم رائع في الكرة. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. الآن إمكانية المرتدة. يلعب كرة بينية. الكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية. فيران توريس يمر ويلعب كرة بينية.
أكرد، يحيى عطية الله، بلال خنوس، فابيان رويس، جابي، تلعب الكرة إلى الأمام، أليخاندرو بالدي، نافاس، تعود الكرة إليهم مرة أخرى، نقل نيكو ويليامز، نيكو ويليامز لعبها بشكل رائع، لكن المشكلة أنه أيضا واجه حارس متألق جدا في مباراة اليوم. هذه فرصة خطيرة، سننتظر. كرة جميلة، فرصة الخنوس، كرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. فابيان رويس، نيكو ويليامز، بيدري، فيران توريس، هل ينجح في المرور؟ يلعب كرة على اليسار، بيدري معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. فابيان رويس، والآن فرصة للتحول الهجوم، لمسة بينية، الكرة تصل إليه، فرصة سانحة للتسجيل، رحيمي، الله، الهدف المغربي. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. المغرب هو صاحب الضربة الأولى، يلعبها طويلة على الطرف، حكيمي يتسبب في خطأ، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعبها أرضية، لامين يامال، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، الكرة ملعوبة إلى الأمام، يستعيد الكرة مرة أخرى، كرة طولية إلى الأمام، جابي، هدف مطلوب جاء قبل نهاية الشوط الأول، يبرهن على الفارق هنا. النتيجة 1-0. بيدري يلعب الكرة، خلص الكرة ونجح في إبعادها، جابي، كرة تعود إلى منتصف الملعب، ينجح في له كرة عرضية، يعلن حكم المباراة إلى نهاية الشوط الأول، إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم، تناغم تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. ل
لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. هدف يبعثر أوراق المجموعة. نافاس يحول الكرة إلى الجانب الآخر. يحيى عطية الله. بلال الخنوس. يحيى عطية الله. يحاول أن يلعب كرة بينية مع توريس. يبعد الكرة. بلال الخنوس. يلعب كرة بينية. فابيان رويس. جابي. لامين يامال. بيدري. جابي. أليخاندرو بالدي. بيدري يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة إلى الأمام. كرة طويلة للأمام. احتكاك بدني كبير. التحام قوي بين اللاعبين هنا. يستقبل كرة في وضعية ممتازة. رحيمي. لابورتي. أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم مباراة. يطلق صافرته. نعم الحكم يخرج البطاقة الصفراء بدون تردد. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. ينجح في المرور. يرفع كرة. رحيمي. بلال الخنوس. عبد الصمد الزنزوري. رحيمي ينجح في أن يلعب كرة في صنع فرصة رائعة جدا. إسبانيا يقوم بتغييرات بالجملة هنا. في طريقة إلى المرمى. هذه كرة الزنزوري والكرة في الشباك. الله ما أروع هذه اللقطة. ما أجمل هذا الهدف. ما أجمل هذه الفرحة. ما أجمل هذه الاحتفالات. هذه هي نتيجة لمثل هذه الكرات. المغرب يتقدم بهدفين الآن. يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. الآن فرصة للهجوم المرتد. يحاول تمريرها من بين المدافعين. الزنزوني ملعوبة بشكل جميل. يلعب كرة طولية. يتفوق في المواجهة البدنية. يحصل على الكرة. لمسة بينية. إمكانية مرتدة الآن. يلعب كرة بينية. يحتسب الحكم ركلة حرة. بطاقة صفراء. قرار سليم من الحكم. ننتظر ما يمكن أن يفعلوه من هذا المكان. يا لها من كرة ويا لها من خطورة ويا له من سوء حظ. الكرة تعود من القائم. مع توريس.
تقف الهجمة هنا تنتهي الأمور هنا. أليخاندرو بالدي، الكرة للأمام. الدفاع كبير، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. لا، خرجت تسديدة مرتفعة، كانت محاولة لكن الكرة بعيدة جدا، المسافة بعيدة أيضا. يلعبوها للأمام. حائط دفاعي ممتاز في مباراة اليوم. يبحث عن المهاجم. بلال الخنوس يمر ويلعب كرة بينية. يحيى عطية الله يلعب الخنوس. لدينا تغيير جديد هنا. ميكيل، الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطأ. كرة طولية من الحارس، كرة طولية في المساحة الخالية، بإمكانه إبعاد الكرة. تدخل جميل واعتراض أجمل. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. جابي يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. كرة عرضية على أمل إحراز هدف. يشتت الكرة بعيداً وإمكانية الهجمة المرتدة. يحاول أن يلعب كرة بينية والحارس يلعبها بعيداً عن مرماه. رودري على تنفيذ الخطأ. حكم المباراة في خارج الإنذار. يحصل عليها ميكيل ميرينو. يلعبها لمنطقة الخطر. حكيمي. فرصة خطيرة جدا للتسديد. الكرة ملعوبة من مسافة. خوسيلو يحاول تمريرها من بين المدافعين. يحور على الطار. الله على الكرة. هدف إسباني. شوف سرعتها، قوتها، دقتها، روعتها. كرة مذهلة. أصبحت الأمور مهيئة إذن لنهاية رائعة. يلعبها طويلة. مع مزيد من الفرص للركنية. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. والتسلل آخر. كرة طولية من الحارس وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. لابد من وجود فائز واحد هذا اليوم، ومن البداية أظهر الفريق رغبته في الفوز وإصراره الكبير، تركيزه العالي، أشياء كثيرة كانت توحي بأنه صاحب الأفضلية والفريق.